وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى مع حل ملحق كتاب المواصل 2023 بيش سيرتي صفحة 30. نبدأ بسم الله تعالى نص استماع. عندي السؤال الأول: How did she play the drums? How did she play the drums? She plays the drums happily. طبعا السؤال اللي أنا سمعته B في نمبر 1، هي طبعا عزفت على الطبول بسعادة. السؤال نمبر 2: Do you fly the plane by yourself? Do you fly the plane by yourself? هل أنت بتقود الطيارة بنفسك؟ No, I always have a co-pilot. لا، أنا دائما لدي مساعد طيار. Do you fly by plane by, طبعا by yourself؟ طبعا ده السؤال اللي أنا سمعته في نمبر 2. نمبر 3، السؤال بيقول عندي: When do you travel to Rome؟ متى سافرت إلى روما؟ فقال له: I travel to Rome in winter. سافرت في الشتاء. When do, طبعا do you travel to Rome؟ طبعا السؤال اللي أنا سمعته عندي B في نمبر 3. ده من خلال نص الاستماع. عندي طبعا اخر حاجه في نص الاستماع نمبر 4: Why are you hungry؟ لماذا انت طبعا جوعان او تشعر بالجوع؟ Because I didn't have breakfast، لانني لم اتناول الافطار. Because I didn't have a breakfast. Breakfast يعني انا طبعا لم اتناول الافطار. طبعا الاجابه اللي سمعتها Because I didn't have breakfast او breakfast. نمبر 2: listen and complete. سمع معلمك واكمل. طبعا اوبريتور اللي هو عامل الهاتف واحمد طبعا يتكلموا مع بعضه، فمع بعض عذرا. 122 او 122، 122 اللي هو طبعا الطوارئ. What is the emergency؟ يعني ما هي حاله ايه الطوارئ؟ يبقى هنا نمبر ايه عذرا، هنا emergency حاله الطوارئ. ما هي حاله الطوارئ؟ ما هي حالة الطوارئ؟ طبعا أحمد قال هيل بالنكدة. There is something in my garden. يوجد شيء في حديقتي، أو يوجد شيء ما في حديقتي. There is something in my garden. يبقى هنا garden يعني حديقة. بعد كده الأوبريتور عامل هاتف قال له What is it? What is it? يعني ماذا يكون أو ما هذا؟ يبقى هنا what. أحمد قال له I think it's a wild animal، أعتقد إنه حيوان متوحش أو بري. يبقى هنا wild. Operator what's your name and address؟ What's your name and address؟ ما هو اسمك وعنوانك؟ يبقى هنا عندي هنا مين؟ address. فقال له أحمد سامي 45 سلام ستريت 4 أو 45 شارع طبعا أحمد سامي 45 شارع سلام. بعد كده عندي choose the correct answer from A, B, C, or D. Number 1 بيقول لي I was the space. عندي هنا طبعا when. when دي أساسا رابط بيربط بين الماضي البسيط والماضي المستمر. الفاعل was aware زائد الفيرب بلس ing. طبعا الإجابة الصحيحة feeding. أنا كنت بنطعم الطيور. when the parrot flew by، عندما البغبغان طار بجوار أو مقاوي طار من هنا. يبقى هنا I was طبعا ده ماضي مستمر، والناحية التانية ماضي بسيط. يبقى when دي بعد منها ماضي بسيط وقبل منها ماضي مستمر. الفاعل was aware والفعل مضاف له ing. يبقى هنا انا كنت من طعم الطيور لما الباروت فلو باي. The orchestra اللي هي فريق العازفين is getting ready مستعدين for the concert اللي هو طبعا للحفل الموسيقي. sale طبعا هو البيع او العرض، وعندي هنا class الفصل وماتش مباراه. الاجابه الصحيحه concert اللي هي طبعا ايه الحفل الموسيقي. In the past في الماضي I could فاعل could والفعل في الماضي. نعمل البايك الدراجة طبعا نركب رايد. يبقى أنا استطعت إن أنا أركب الإيه الدراجة في الماضي استطعت أو كان يمكنني إيه طبعا ركوب الدراجة. go يذهب help يساعد ودرينك يشرب. number 4 she speaks on makeup. طبعا هنا الميك اب بيبقى putting on makeup يعني بيه هي كانت بتضع مكياج. taking يأخذ playing يلعب drawing يرس. الإجابة الصحيحة هي putting. she is putting on makeup يعني هي كانت بتضع ايه مكياج. number 5 we played the symbols. الفاعل والفعل والمفعول وبعد كده محتاج الحال. يبقى احنا لعبنا على الصاجات او عزفنا على الصاجات. quiet مش تنفع، quick سريع، slow بطيء، loudly بصوت عالي. محتاج حال. يبقى عندي الفاعل والفعل وبعد كده المفعول وبعد كده الحال. يبقى نحن عزفنا على الصاجات او بلودلي بصوت عالي. سلو بطيء ده صفه مش تنفع، كويك سريع مش تنفع، مش كوايت هادي ده طبعا صفه مش تنفع. بعد كده عندنا نمبر 6 شي سبيس فيجيتابلز خضروات. نعمل الخضروات يبقى تشوبس قطع الخضروات. درينكس انا اشرب، ريدز يقرا، فونز اللي هي طبعا الهاتف المحمول.
او الهواتف او الناقلات المحموله. نمبر 7 ديد يو، طبعا محتاج المصدر اوف يور جاكيت، يبقى هنا تيك اوف، يبقى هنا تيك اوف معناها يخلع الجاكيت الخاص به. ديد يو تيك اوف يور جاكيت، محتاج المصدر، في ديت عايز المصدر على طول. نمبر 8 هاو سبيس وير ان يو وير يو ان كايرو، يعني عايز يقول كام المده اللي انت مكس، لان عندي مده زمنيه 4 ويكس لمده اسبوعين، يبقى هاو لونج على طول ايه المده، طول الطول مين العدد والد طبعا العمر. الكلمة المختلفة عندي سيركل ذا اود وورد، يعني الكلمة المختلفة ريبليس ايت واستبدلها وذا كوريكت وان واحدة صحيحة. روم روما، باريس باريس، ابريل شهر ابريل، هونج كونج طبعا كل دول مدن، يلا يعني محتاج مدينة من المدن. انا نحط هونولولو، ممكن نحط عذرا نحط مثلا الكسندرية، ممكن نحط كايرو، ما فيش اي مشكلة خالص. ممكن نكتب هونولولو مش مشكلة خالص، او كايرو مش مشكلة. يبقى انا عندي هنا ايه كل دول مدن، باريس وهونج كونج هونولولو او كايرو. ممكن نكتب عندي نيويورك، نيويورك سيتي او سان فرانسيسكو. ممكن نكتب عندي هنا ايه سان فرانسيسكو، ليه مدينة سان فرانسيسكو مفيش مشكلة خالص، او هونج كونج مفيش مشكلة، بس هونج كونج مكتوبة هونولولو او كايرو او سان فرانسيسكو. بادلي بشكل سيء، كوايتلي بهدوء، لاودلي بصوت عالي، كل دول احوال. جود نجيب من الحال ويل. بعد كده عندي فلو طاره، التصريف الثاني من فلاي، تايجر نيم، اليفانت فيل، باندا، اللي كل دول حيوانات، الكلمه دي مختلفه، نجيب مكانها لاين اسد او كينجرو مفيش مشكله، اي حيوان من حيوانات لاين اسد مفيش مشكله. بلو ينفخ، قط يقص، سبيل يتهجى، وعندي باتر فلاي اللي هي فراشه، كل دول افعال، نجيب مكانهم وليكن عندنا بيلد يبني، بيلد يبني مفيش مشكلة عادي، بلاي يلعب أو يعزف، أيوه سيارة، كل دول أفعال. عندي فلوت مزمار، باص اللي هو باص أو حافلة، درام طبلة، توبا اللي هي التوبا اللي هي آلة التوبا، كل دي آلات موسيقية. يبقى الكلمة المختلفة عندي باص، نجيب مكانها وليكن عندنا حارب اللي هي القيثارة. بعد كده عندي بيج 31 31 من كتاب ملحق المعاصر 2023. read the passage and answer the question، اقرا القطعه واجب على الاسئله. do you like pandas، هل بتحب الباندا، هل تحب الباندا. giant pandas، الباندا العملاقه، live in high mountains of China، يعني تعيش الباندا العملاقه في جبال الصين، جبال الصين. You can see them in the bamboo forest there. يمكنك رؤيتهم في إيه؟ طبعا في غابات البامبو هناك. Their favorite food is bamboo. يعني طعامهم المفضل يكون الخيزران. When giant pandas are born. عندما طبعا تولد الباندا العملاقة. They weigh from 80 to 140 grams. من 80 ل 140 جرام. Adults usually weigh from 80 to 125 كيلوز، من حوالي من 80 اللي هم اللي هم البالغين غالبا ان هم ما يزنوا من عادة من 80 الى 100 وكام الى 125 كيلو. they can swim and climb trees، كمان يمكنهم السباحة وتسلق الاشجار. they walk، هم بيمشوا. run كمان on four legs، على اربع رجول. they are not the biggest animal، يعني هم طبعا ايه بقول لك they are not the biggest animal، يعني هم مش ايه الاضخم حيوانات على الاطلاق، يعني هنا they are not the biggest animal but they are famous، لكن هم مشهورين، يعني عايز يقول ان هم مش حيوانات ضخمه ولكنهم هم حيوانات مشهورين famous. there are many stories about pandas، يعني هناك طبعا القصص او العديد من القصص عن الباندا البالغه او الباندا العملاقه. بعد كده children like reading about them، الأطفال يحبون طبعا إيه الأطفال يحبون القراءة عنهم about them. choose the correct answer from A B C or D. number one بيقول لي giant pandas eat، طبعا الباندا العملاقة بتاكل البامبو اللي هو خشب الخيزران. بيتزا اللي هي بيتزا يعني fruit فاكهة، البامبو اللي هو الخيزران طبعا ودي الإجابة الصحيحة. عندي fish اللي هو طبعا سمك. Pandas are not space animal but they are famous، هم مش طبعا حيوانات مش ضخمة، يبقى the biggest، ليس هم ايه ليس الحيوانات ضخمة، ليست حيوانات ضخمة but they are famous، لكنهم مشهورين. smallest الأصغر، tallest الأطول، fastest الأسرع، fastest الأسرع.
answer the following question. هجيب الأسئلة التالية. بيقول لك where can you see pandas؟ أين يمكنك رؤية الباندز؟ طبعا إحنا بنشوف الباندا. You can see them in the bamboo forest. طبعا يبقى عندي هنا you can see, you can see them in the, ممكن تشوفهم أو تراهم أو يمكنك رؤيتهم in يعني في the bamboo forests there يعني هناك. طبعا نطلعها منين؟ من القطعة ونبدأ نحط عليها برضو ايه، نحط عليها ايه، نظللها برضو عشان يبقى you can see them in the bamboo forest there، يمكنك ان تراهم في ايه، غابات الخيزران هناك. دي طبعا نحط عليها رقم كام، نمبر 3. بعد كده السؤال الثاني بيسأل، بيقول لي هنا ايه، بيقول لي how do pandas walk and run، كيف الباندا تمشي وتجري، ازاي بتجري وتمشي ازاي. يبقى they هم، عشان هم جم، they walk بيمشوا and run يعني هم بيمشوا. طبعا بيمشوا ازاي، هم بيمشوا يعني وبيجروا. يبقى they walk and run on على four legs، على اربع ايه، رجول. يعني كمان يمكنهم ان هم ايه، ازاي هم بيمشوا، هم طبعا بيمشوا ايه على اربع رجول. من خلال نص الاستماع نبدأ نطلع عادي، مفيش مشكلة. نقول يبقى they walk، هم بيمشوا on four legs، على اربع ايه، رجول. بعد كده عندي بيقول لي رايت ان ايميل اوف 7 سنتنسز، يعني اكتب ايميل او بريد او ارسل رساله الكترونيه او اكتب رساله الكترونيه الى ايه، مكونه من 7 جمل. رايت ان ايميل يور فريند دينا، صديقتك دينا او صاحب. هنا دينا ده الاسم اللي بعد يور فريند ده هينحط عندي 2، يبقى دينا فين، دينا دينا ات جيميل دوت كوم، يبقى ده عندي 2 على طول، 2 ده الى الايه، المرسل الي، لانه صديقك. طيب الموضوع بعد كلمة about، فين about؟ اهي about what are what you could and couldn't do when you were little. إيه طبعا ما الذي كنت تستطيع فعله، ما الذي كنت تستطيع فعله وما لم تستطع فعله when you were little، عندما كنت صغيرا في السن. يبقى نبدأ الأول، ده ينحط عندي مين؟ نبدأ الأول دينا الأول، يبقى تو دينا at gmail.com. خلصنا من عندي 2 دي، نخش على اللي بعد منه from. انا بقى هنا ايه، يور نوم، اسمك انت داليا، ندور على اسم داليا، يبقى اسم بعد داليا ده نحط عنده from داليا at gmail.com. الموضوع بعد كلمة about اهو، يبقى what، وهنا يو تحول الى اه، عشان يقول ما الذي انا استطعت فعله ولما لم استطع فعله. طبعا when I were او when I was little، عندما كنت صغيرا في السن. او ممكن نختصرها نقول what I could and couldn't do، يعني اللي انا طبعا استطعت فعله وما لم استطع فعله. يبقى نكتب اختصار، يبقى what I could and couldn't do، الذي استطعت طبعا فعله ولا كمان ايه، ولم استطع، والذي ايه، ولم استطع ايه، او ما لم استطع فعله، ما لم استطع عذرا فعله. يعني طبعا اللي انا كنت بستطع فعله، اللي انت كنت تستطيع فعله وما لم تستطع فعله عندما كنت صغيرا. ابدا الاول ايه، what I could and I couldn't do. دير عزيزي، ايه طبعا المرسل اليه، مين هنا عندنا، مين عزيزتي، دينا، يبقى دينا اكتبه كابيتال طبعا، فاصلة كده ونكتب جملة افتتاحية. ممكن نكتب عندنا مثلا وليكن I am pleased، يعني انا سعيد، I am pleased يعني انا ايه، سعيد. نكتب لك to write to you، يعني سعيد ان انا طبعا ايه بالكتابة اليك، when
عندما I was عندما كنت عذرا عندما كنت when I was little يعني عندما كنت صغيرة. أنا هتكلم بقى نبقى هنا إيه فاصلة كده ونقول I could يعني استطعت أو كنت count أعد to 10 يعني أعد لإيه إلى 10 كنت بعد إلى إيه 10 لما أنا كنت صغير كنت بقدر إيه أعد إلى 10. كمان أبدأ أقول ممكن فاصلة برضو ونقول but لكن I couldn't لكنني لم أستطع fly اطير طياره مثلا fly a kite ان انا اطير ايه طائره ورقيه. كمان انا اقول I could استطعت say the alphabet استطعت ان انا اقول الايه الابجديه الايه الانجليزيه. يبقى هنا ايه الفابيت I could say the alphabet انا كنت بقدر ايه اقول الابجدية الانجليزي. ممكن كمان فاصلة وايه فاصلة كومة سفلية كده واقول ايه but لكنني I couldn't عشان في تناقض اهو I couldn't ايه لم استطع مثلا speak English speak English بعد كده طبعا ابدا اقول معلش عشان المكان بس ممكن اقول كمان برضو I could catch كنت بقدر امسي او استطعت ان انا ايه catch امسك a butterfly اللي هي فراشه واكتب كمان عادي كوما سفليه but لكنني اول حاجه اللي بقدر اعملها حاجه but I couldn't spell a word كنتش اقدر ايه اتهجى ايه كلمة. ممكن اقول حاجة كمان عادي ممكن اقول ان انا ايه كنت بقدر ايه ابني قلاع هائلة من الرمال يبقى I could build فاعل could والفعل في الماضي كنت بقدر ان انا اعمل ايه enormous enormous sand castles يعني كنت بقدر ايه ابني قلاع هائله من الرمال. كمان ممكن اقول but كمان في كومه كده وابدا اقول ايه but لكنني I could كنت بقدر اعمل ايه مثلا وليكن ان انا اقص عذرا اقص قلب عذرا I could cut out a heart عذرا اي طبعا ان انا ايه كنت بقدر ان انا ايه اقص ايه قلب اي كود هنا كودنت طبعا ايه لا عذرا ممكن اخليها كودنت يبقى هنا ايه بات اي كودنت لكنني طبعا ايه لم استطع ان انا اقص قلب بات اي كودنت كات اوت ا هارت كنتش اقدر ان انا اقص ايه قلب. ممكن اقول كمان اي كود اكتب تحت عادي عذرا عشان المكان اي كود كنت بقدر مثلا بنظف لها انظف المنزل كلين عذرا كلين انظف ذا هاوس المنزل مفيش مشكله عادي خالص ذا هاوس. كمان ممكن ايه ان انا ما كنتش بقدر اركب دراجه يبقى اي كودنت لم استطع رايد ا بايك مش هقدر اركب ايه دراجه. كمان ممكن اقول عامة هو كده كويس خالص يعني كده كتير يعني ممكن اكتب اخدم مثلا واقول ايه write to me soon يعني اكتب لي قريبا write to me soon اكتب لي قريبا واكتب yours واعمل فاصلة كده واكتب طبعا ايه اسمي طبعا تحت امضائي اللي هو عندي مين داليا عذرا ممكن نقوله تاني عادي مفيش مشكلة. يبقى هنا عندي I am pleased to write to you أنا سعيد إن أنا طبعا بكتب لك
يبقى انا سعيد ان انا اكتب لك when I was، انا عندما كنت. طبعا was later كنت صغيرا. I could count to 10، كنت بقدر اعد ل 10. but I couldn't fly a kite، كنت بقدر اطير طياره ورقيه. I could say the alphabet، كنت بقدر اقول الايه الابجديه الانجليزيه. but I couldn't spell English، كنت طبعا لم استطع ان انا ايه اتحدث اللغه الانجليزيه. بعد كده كمان ممكن اقول ايه I could catch a butterfly، كنت بقدر ان انا ايه امسك فراشه. but I couldn't spell a word، طبعا لم استطع ان انا اتهجى كلمه. I could build enormous sandy castles، كنت بقدر ان انا ابني قلاع هائله من الرمال. but I couldn't cut out a heart، كمان لم استطع ان انا اقص قلب. وابدا اكمل عادي تحت ان انا ايه I could clean the house، كنت بقدر انظف المنزل. I couldn't ride a bike، لم استطع ان اركب دراجه. write to me soon، اكتب لي قريبا. yours طبعا المخلص او صديقك ايه صديقتك داليا. بعد كده عندي سؤال الريارينج، عندي سؤال الترتيب. ابدا الاول who helped miss Mona who helped miss Mona من ساعد miss Mona in the class in class او in ماشي in the class in the class في الفصل علامة استفهام من ساعد miss Mona او الآنسة Mona او طبعا السيدة منى in the class في الفصل. يبقى تاني who helped miss Mona in the class. عذرا طبعا بعد كده نبدأ الأول بالفاعل. يبقى الفاعل عندي I، فاعل اسم وضمير. بعد كده الفعل عندي mean have، يبقى I have. وبعدين an overseas flight، رحلة عبر البحار أو رحلة جوية عبر البحار. I have an overseas flight. I had an overseas flight once، عذرا، مرة في الشهر. يعني أنا أقوم برحلة جوية عبر البحار مرة في الإيه؟ في الشهر. وهنا في الأسلوب عشان دي جملة خبرية بتبدأ بفاعل. بعد كده عندي طبعا الترقيم عشان وقت الفيديو. عندي طبعا عندي when I was little، لما كنت صغيرا. he طبعا هنا طبعا إيه couldn't، في هنا not، يبقى هنا الفصل العليا الابوستروفي، يبقى بتاع كودنت لما استطع طبعا اني اسوم السباحه. ونحط هنا ايه طبعا نقطه عشان دي ايه ده سؤال، عذرا ده جمله خبريه. بعد كده عندي سؤال بيقول لي وات تايم ديد نور، نور طبعا اسم الان كابيتال وعلامه استفهام. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم. الى لقاء في فيديو اخر باذن الله تعالى، مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعذرا على الاطاله.